بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، معاكم أميرة عادل، بمسي على كل حبايبي. بقول لهم النهارده هنعمل كيكة الزبادي. كيكة طعمها سهلة جدا وطعمها جميل جدا ولونها روعة، هتعجبكم قوي، وهشة وإسفنجية، يعني حقيقة حاجة يعني جميلة جدا. لما تنفذوها هتنبسطوا بيها وهتعملوها على طول، لأنها بتاخدش وقت في العمايل وطعمها جميل والولاد كلهم هيحبوها. شايفينها عاملة ازاي؟ شايفين الهشة بتاعتها ولونها؟ يلا بينا نشوف مقاديرها وتكاتها. معانا 3 بيضات، كوباية سكر، كوباية زبادي، نص كوباية زيت، دي معلقة خل كبيرة، فانيليا، كيك شيف، كوبايتين الى ربع دقيق، ومعاهم معلقتين نشا. وطبعا اول حاجة ابتدي اعملها ان انا هجيب الصينية وادهنها زيت وبطنها بالدقيق واركنها على جنب، واكون طبعا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. هنحط اول حاجة في الخلاط، هنحط كوباية السكر، عليها البيض، 3 بيضات، عليها الفانيليا، واضربهم جامد جدا. ضربت انا البيض مع السكر لغايه ما اداني الشكل ده، لونه فتح اهو كده اهوت. بعد كده هحط عليه الزبادي، وهنكمل ضرب، واثناء ما هو بيتضرب انا هنزل عليه الزيت. هنحط عليهم معلقة الخل. خلاص انا ايه ضربتهم كده مع بعض في الخلاط. عندي بقى دلوقتي الدقيق والنشا، هحط عليهم كيك شيف، باكو كيك شيف، واقلبهم كويس اوي الاول. النشا دي هتديكي لون فاتح للكيك بتاعك وهتخليه هش، هيعجبك اوي باذن الله. هنقلبهم كويس عشان البيكنج باودر او الكيك شيف اللي احنا حطيناه يمتزج مع الدقيق كويس قبل ما نحط الايه السوائل. بعد كده ابتدي بقى ايه احط السوائل بتاعتي. وهنقلبهم قلب في اتجاه واحد. في كمان عندنا حاجة تانية نسينا نحطناها، دي بتدي طعم جميل جدا، معلقتين لبن بودر تدي للكيك بتاعك طعم جميل جدا. وهنقلب اهو، مزجناهم كلهم، المكونات اتمزجت مع بعضها اهو بالشكل ده وباللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، اللون الفاتح الجميل دوت. وبرده لازم يكون نوعية الدقيق تكون نوع فاخر، يعني الكيكة الفانيليا بالذات اللي هي البيضة تحتاج نوع دقيق فاخر عشان تطلع باللون الحلو دوت ويكون هش. يعني هنجيب بقى الصينية ونصب فيها الخليط. ازاي كان نظبطها وندخلها الفرن. الصينيه ديت انا عملت لها الكوبايه الكبيره، الكوبايه دي كوبايه كبيره شويه عن كوبايه المج اللي انت بتستعمليها في البيت العادي عشان الصينيه كبيره. لو انت هتعملي صينيه صغيره شويه استعملي الكوبايه اللي هي بتاعه الشاي العاديه اللي هي بتكون مقدارها اصغر من ديت، اهي دي كبيره عشان الصينيه دي كبيره. طبعا ندخلها الفرن. شايفين لونها جميل ازاي؟ بعد ما طلعت اهي لونها جميل ازاي. هنكون طبعا احنا محضرين سيرب
كوباية سكر على كوباية مية وعصرة ليمونة، ويكون خفيف ويكون بارد، وبعد كده نسقيها بيه. نمشي عليها كده، بعد ما تشربوا نروح حاطين عليها جوزة الهند. بعد ما حطينا عليها السيرب هنحط لها بقى جوز الهند كده هوت، والسيرب زي ما انت عايزه، يعني الكمية اللي انت حباها، بتحبيه كتير او بتحبيه قليل، الكمية اللي انت بتحبيها تحطيها. انا طبعا ما حطيتش الكوبايه كامله، حطيت جزء منها. هنستنى عليها بقى تبرد عشان تتقطع وتبقى شكلها كويس. اهي كده زي ما انتم شايفينها كده، هنقطع منها حته. بصوا هشتها عاملة ازاي ولونها جميل جدا ازاي، شايفين اللون مفرغة ولونها جميل جدا، اهي فاتحة. بصوا كمان جوه الصينية، بصوا اسفنجية خالص. اسفنجية جميلة جدا، طعمها روعة. ويا رب تكون النهارده كيكة النهارده نالت اعجابكم ونفذوها، وهتعجبكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أعجبكم الفيديو اوعوا تنسوا لايك والاشتراك في القناة وتدوسوا جرس، وكمان تكتبوا تعليقاتكم على الهرم. يلا سلام.